مع أهلها، مع أهل بنت الفيوم اللي عندها 19 سنة اللي اتجوزت سنة. طبعا معلش احنا اسفين، بس قطع ونكمل لسه مع أهلها وعمتها. طبعا هو ده خطأ ولا معاك، فرقش معاه الزواج. هي خلفت منه ولا لا؟ ايوه جابت ولد، جابت رحيم. وما ده توفى، ده ميت بقى له 15 يوم. روبو عمل عمليات، عملت له عمليه فجر الريش ومات بعد العمليه، صب في القلب ومات بعد، وبقى له 15 يوم كده. طب هل يعني في ناس قالت لك ده السبب اللي هو كان اتضايق، اللي هو الولد مات او الطفل مات؟ ده ما راحش شاف وهو قاعد عيان. احنا لازم نرد على الناس اللي بتقول لا كده. لا ما راحش شاف، كمان وهي بقت زعلانه وتقول لها يا ام في حد ما يجيش يبص على ابني؟ يا ام في حد يا ام ما يجيش يبص على ابني يشوف ابني عامل ايه؟ ما راحش شاف الواد وهو قاعد عيان وعامله له العمليه، محدش راح معاها مصر الا امها. امها اللي راحت اول مره في حياتها امها تخش مصر، قالت لها ودتني مصر يا ايه اول مره اخش مصر. انت يعني انتوا بصراحه ابن عمه وده ابن عمه، انتوا ولاد عمها. ايوه اخوه. تعالوا برضه هنا. ابن يعني انتوا اللي انتوا شايفينه ده منه، انتوا عملتوه قبل كده؟ اديله المايك. اللي انتوا شو عملتوا جوزها ده قبل كده؟ شوف هو كان بيجي ويقعد عادي مفيش اي حاجه وتمام يعني. بس ازاي حصل ده مش عارفين. بس يعني اللي انتوا شايفينه ده ما كنتش هي بتشتكي منه؟ لا ما كانتش بتشتكي منه. ما كانش في شكوى منه. هي بتقول كان هيرميها من بعد ابن ما توفى، قال انا خليفة حسن رحيم. بس يعني بعد ابنها ما توفى؟ ايوه. الله انا خليفة جنبي. ليه بقى حصليه؟ ليه ما اعرفش ايه السبب يعني. مفيش سبب. يعني هو امها فين؟ امها قاعده برضه، عايزين منها كلمتين عشان نجيب لها حقها. معلش امها فين؟ معانا والدة طبعا الحين، والدة المتوفيه. عشان بس نجيب لها، تعالي. طبعا والدتها احنا هناخد من والدتها كلمتين عشان برضو حقها. والدتها طبعا تعبانه، بس واحنا دلوقتي في العزاء، وهناخد منها كلمتين كده. ربنا يصبركم. طبعا الوضع صعب، احنا طبعا جايين، بس هم طلبوا اللي هم يعني يقولوا وجهة نظرهم ويكملوا الكلام عن بنتهم، يعرفوا الناس اللي حصل وايه اللي حصل معانا. والدتها تعالي هنا يا فندم. اتفضلي تعالي هنا كده قدام الكاميرا، تعالي هنا عشان الناس، تعالي هنا او تعالي هنا عشان الناس تعدي. خش زي ما حضراتكم شايفين والدتها طبعا معانا. هي برضه حالتها صعبه والدتها، وهي هتحكي لنا. اتفضل يا فندم، البقاء لله، ربنا يصبرك. يا رب. ايه اللي حصل لبنتك من جوزها؟ انا كنت بنتي بكلمها يوم الاربعاء ومعاها التليفون وانا جايه من السوق، بتقول لي انت جيتي يا امي؟ بقول لها ايوه جيت. يا قالت لي ابويا جه. قلت لها ابوك التريسيكل تعب، عطلنا منه في الطريق. ما تعيطيش. طيب قلت لي طب عملت له اكل يا امي؟ قلت لها عندي الاكل يا ايه في الثلاجه احط له. المهم قعدت تساريني وبتكلمني، قالت لي ما عنديش انبوب غاز، البتاع اللي انا بيبقى بيخبط اهو دي انا هنزل اجيب، افصل يا منزل اجيب الانبوبه. فصلت وبتعمل له الاكل عشان اجي زيد وقت في حلق المغرب. بتقولي تصدق يا مايا ان انا مالياش بخت خالص، ده انا ما فرحتش خالص. بقول لها لا يا ايه، قالت لي انا اتخطبت في شهر وقعدت في الكوشه ساعه الا ربع، وابني ولدت ابني وابني مات وتمت وختمت بجوزي. قلت لها ازاي يا بعض يا ايه، اصبر كل واحد بيشوفنا انا نصيب. بتقولي انا زهقت يا مايا منه، عايزه اتطلق واشوف لي شغلانه. قلت لها لا ما تقوليش كده يا ايه، كل واحد بيصبر في بيته يا امي، ودي بخت ونصيب ما ربنا يعدلها. سبت انا هي معايا على التليفون، مش راضيه تقفل التليفون. قلت لها انت وجعتي لي دماغي، خدي كلم اخوكي. بتقول له تعالى يا واد اعمل لك كبده، اشتري لك مناطيل يا ابو حسن محمد.
فقلت لها انت ايه شاريه في التليفون لي يا ايه؟ انا صدحت مني، نمت على صوت بنتي، صحيت الصبح بقول لي بنتك في المشرحه. نمتي على صوتها؟ صحيتي ليه؟ صحيت على موتها. يعني هي كانت تملي تشتكي لك من جوزها؟ ايوه هي كانت بتشتكي لي، ما مش شغال مش بتاع مسؤوليه ورائد. راح ابوها مركبه مع خاله التريسيكل، بتقول لك بيدينا 100 جنيه وهو 50 واحنا 50. 50 ما تجيبش لا كله قوطه ولا كله بطاطس، بس بتقول لي يا ستر ربنا يا امه غطينا. قلت لها زي بعض يا ايه، الواحد بيصبر ويعيش زي على قد ما يجي ربنا. ايه قد اللي فوق النصيب، انا كنت عاطيه لها كل حاجه. اللي قدرنا على ربنا الدوله، اللي قدرنا على ربنا قلت ده ضنايا. يعني طبعا مش هدي، يعني هدي لمين؟ ما كنتش هدي البنت وضنايا. وجايبين لها التليفون وابوها ونزل الصور ابنها، قلت لي جبت صوره رحيل، صوره حمدي جوزها والايميل بتاعه هو في ليبيا يا امال. بتقول لي انا شريت له بس شفتات، شريت لحمدي بس شفتات حلوين قوي رخاص. هي كانت بتحب حمدي، حمدي ده اللي هو اللي قتلها، كانت بتحب جوزها، كانت بتحب جوزها. كل ده بتحبه وعمل فيها كده؟ كل ده متحمله ومتمسكه بيه وبتحبه. بتقول لي انا رحت زرت رحيم فتربطه، دي تربط عند بيت ابوه بقى. وراحت لفت عند طب الستة اللي هي اتدفنت فيها واخده حمدي معاها، وزاروا ستة وطلعوا. بتقول لي التربة مطير عليها دم وطرطش عليها دم، قلت لي دم ادي يا مايا. قلت لها مش عارفه يمكن الجيران ايه ده بحين حاجه هناك، اتريها هو دبحها طرطش دمها في كل مكان. هو دبحها في البيت عنده؟ ايوه عنده في البيت على السلم، محدش وداها لما الحكومه كانت خدتها مين على السلم. اما الحكومه خدتها انا رحت المشرح. ايوه ما انا عارف، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ يعني ايه اللي يخليه الحب اللي حبيته له ده كله هو كارهها، واللي هي تحبه، واللي هي تقف جنبه، وانت بتقولي نفسها كانت بتقولي عايزه اساعده، عايزه تساعده، عايزه اساعده حاجه جنب حاجه تساعد يا امي. قلت لها يا ايه بعد التبادله دي ايه، جيت مره ثانيه بقول لها انت يا ايه تقدري تستغنى عن حمدي؟ قالت لي لا انا اتعلقت بيه. قلت لها بعد الضرب والتنقض اللي بينقضها لك دي؟ قالت لي هو بيبقى درجه الزعل، انا برضه اتعلقت بيه ما اقدرش. يعني هو بيعمل فيها ده كله، هي بتدافع عنه قدامك وبتقول لك لا، ويمكن وقت الزعل وهو بعد هو بيحبها الحب اللي حبته له، واللي هي عايزه تعمل عشانه كل حاجه وتقف وتساعده وتبقى سند ليه، ضحى بيها في دي. ضحى بصراحه، هي كانت بتعلق بيه وكانت مخلفه وبتعمل ابنها مات قعد 4 أشهر ومات، عمل عملية قلب مفتوح ما بقالوش شهر، ورغم ذلك ما رحمهاش ولا رحم وجع قلبها. أنا أعمل إيه؟ جايبين الذنب عليا عشان أنا روحتها، وأنا عاوزاها تعيش وتعيش وتربي ابنها. تاني هو مخملها بقى، ما أعرفش إيه مخملها. أنا فأنت في ناس بتقول اللي انت يا ريتك ما روحتيها زي ما بيقول. ما النصيب ما النصيب، ده كانت جايه راضيه يوم الثلاث اللي فات دي، ده كانت جايه راضيه هنا. انت حاسه ان انت زعلانه اللي انت روحتيها؟ انا كانت نيتي خير ان هي لا، ما انا عارف انت يعني حاسه بذنب اللي انت سبتها ترجع لشخص زي ده. لا اعرف ان انا هيجرى لك كده، ما كنتش سايبها، ما كنتش في دماغي، كنت حاططها في ام شايف جيران. هو فعلا حاول يرميها من البلكونه قبل كده؟ كان ضربها قبل كده والواد كان تحت رجلي وهم طلعوا حشوه. بتقولي كان يرفعني يا امي من رجلي من البلكونه. قلت لها انت يرفعك ايه؟ طيب دافع عن نفسك ولا اعملي حاجه. هي ما بيجي يضربها هي بتخاف، بتسلم نفسها بتخاف. الدار ده بقى ما فيش، هي كانت عايشه في جبل، والدار ده ما فيش صوت طلع لاهل البيت. هي مش عايشه مع اهله؟ اهله في الدار الاولاني. امال اهله ما سمعوش؟ سلفته الثانيه من فوقها، هو اللي تحتها عدل ما كانتش هنا. كانوا فين يعني؟ واحده بس اللي ما كانتش هنا. ما سمعوش ما سمعوش اي اصوات اي ما اعرفش بقى. ما اعرفش الدار ده اللي حصل بقى خالص. قال انا استلمتها من المشرحه عروسه 19 سنه. واخدينها من على السلم يعني. اتجوزت بقى لها سنه وشهرين. قالوا ايه اتخطى. ايه اتجوزت، ايه خلفت، ايه ابنها مات، ايه مات. ده كله في 14 شهر. ايه اتخطبت. ايه اتجوزت، ايه خلفت، ايه خلفت، ايه ابنها مات، ايه ماتت، كله ورا بعض، كله ده ورا بعض في 12 شهر.
حسيت اللي خلال السنة دي هي ما كل حاجة آخر عمرها بقى السنة خطوبة وجواز وابنها مات وهي تعب هي تعبت. هي كانت بتقول لك يا ماما يا ماما أنا حاسة اللي أنا ما فرحتش. ما اللي أنا ما فرحتش؟ بتقولي في التلفون بتقولي أنا ما حاسة أنا ما فرحتش ولا لي أي بتقولي اتخطبت في شهر وقعدت في الكوشة بس ساعة الله ربع وابني مات وجوزي ختمت بجوزي بيعاملني وحش يعني كمان ما عودتش دي ده ان جوزي يعوضها كل اللي حصل لها لا ده بيموت فيها بيموت فيها شخص عطت له كل حاجة وهو ما تمرش فيها هو بقى وحش كاسر ربنا يرحمها ويجيب لك حقها وان شاء الله هي في مكان احسن من اللي احنا فيه وهي في الجنة ان شاء الله كيف انا على صوت بنتي اصبح يقولوا لي تعالى اوضه من البشره لا احنا فاهم انت مغبى يا اولاد كل واحد بقى يا اولاد كده هيت المراه يعملوا له شهاده اطفال لا يا ماما حقها يرجع بالقانون احنا في دوله القانون وان شاء الله القصاص هو وحقها هيجي يعني قول يا رب ان شاء الله قول يا رب وقولي حقها يرجع بالقانون وان شاء الله حقها يا رب طب ما دي ده فعلا لو معاه شهاده اطفال لا لا حقها القانون يعني مثلا معاه شهاده اطفال زي ما هم بيقولوا او مزغوف او ملموس ما كانت الحاله دي ظهرت الحاله دي كانت ظهرت مع اخواته القضاء المصري بيشوف الكلام ده كله والكلام اللي بيتقال ده هو القضاء اللي يحدده كل واحد يقتل مراته لا القضاء اللي يحدد الكلام ده ربنا يرحمها او يتجاوز عنها وربنا يصبرك يا رب السلام لو كان ما في حاجه ما ظهرت على اخواتك احنا ظهرت مع حد احنا بنقول بقى لحد هنا بنقول ان القانون هو اللي ان شاء الله اللي هيجيب لها البقاء لله طفله بريئه ان شاء الله ربنا يجيب لها كده القتل هينتشر في لا 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 احنا في دوله القانون وان شاء الله شكرا لحضرتك والبقاء لله مره ثانيه الى اللقاء طبعا كنا مع اهل ايه اللي راحت ضحيه جوزها احنا كنا معاهم